عدلة ملهاش حل اسمها القاهرة والناس. لا يمكن تخيل القاهرة من غير ناس. أنا دايما حتى في شعري أصورها بأنها فتاة جميلة جدا، ليها إيد يمين وليها إيد شمال زي العرايس اللي كانوا يرسموها ساعات أيام الحجاج في قرانا اللي هناك، وليها دماغ وليها رجلين وكده. طبعا الرأس الأساسي للقاهرة الأزهر سيدك الحسين والمعز لدين الله، الشارع والجامع، وبعدين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي. يعني هذه الكوكبة الجميلة من الآثار القديمة اللي تشم فيها روايح أجدادنا اللي جم يعني واللي نزلوا هذه المدينة وبنوا هذه الأشياء الرائعة. أنا جيت القاهرة سنة 62. الغريبة إن في القاهرة سنة 62 كان ممكن نمشي كده بالليل أنا ومجموعة الشعراء أصحابي ونمشي في الشارع نغني ونسطح بصوتنا العالي جدا ونمشي في الشوارع بحرية ولا نلتقي بسيارة أو بناس أو حد يزاحمنا فيها. كأني هذه القاهرة ملكنا، كان احنا ناسها. ما كانتش القاهرة مزدحمة، ما كانتش صحيح ان الجنة من غير ناس ما تنداس،